حرج. في آخر سؤاله يسأل أنه لو عمل هذا المفتي بشيء من الأعمال كقسمة المواريث وطلب عليها الأجر فهل يكون ذلك مباحا له؟ هذا يختلف فيه تفصيل، هذا يختلف. إذا كان المفتي له ما يقوم بحاله ويغني عن الناس من بيت المال أو من الأوقاف أو من أهل القرية فليس له أن يأخذ شيء، بل عليه أن يفتيهم ويبين لهم قسمة المواريث، هذا لك كذا وهذا لك كذا وهذا لك كذا. أما إذا كان فقير وتفرغ لأعمالهم فقد ذكر العلماء لا بأس أن يشرط عليهم شيئا، شيئا معلوما ليس في محاباة لأحد حتى يقوم بحاله. يعني كل فتوى يكون لها درهم، كل حكم فيه درهم أو درهمين أو كذا، هذا ذكره بعض أهل العلم والورع تركه مهما أمكن. ولا نص بعض أهل العلم على أن يجوز الحاكم والمفتي أن يضع شيئا معلوما يستعين به على حاجته ومؤونته إذا كان إذا اضطر إلى ذلك وليس له راتب من بيت المال ولا من أوقاف ولا من أي جهة وهو محتاج إلى هذا الشيء وليس له كسب. قد ذكر جمع من أهل العلم يجوز أن يضرب شيئا معلوما على المختصمين المتخاصمين لا يحابي أحدا، أو على المستفتين كل من جاء الفتوى يكون عليه كذا. وهذا في الحقيقة أمر خطير، وإذا تيسر الورع عنه والبعد عنه بأي وسيلة فهو خير للمؤمن وخير للمفتي. نعم.